البلاد اليوم في عدد جديد طيب الله اوقاتكم بكل خير اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده سنخصصها لمناقشه الضجه الكبيره الذي يثيرها دواء ار بي او ما يعرف بدواء رحمه ربي في الوسط الصحي والوسط الاعلامي والوطني أيضا، موضوع سنناقشه بعد قليل مع الضيفين الكريمين البروفيسور مصطفى خياطي، والدكتور الياس مرابط، لكن قبل ذلك أه وقفه مع ركن الرابعه اليوم والزميله نهى زحاف، فما الجديد لديك زميلتي نهى؟ اهلا بك كريم، اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا، اهلا بكم الى هذا العدد الجديد من ركن الرابعه اليوم، اذا كريم كالعاده تنوعت المنشطات التي خرجت بها الصحف الصادره لنهر اليوم، بين البلاد التي عنولت على صد صفحتها الاولى تقول الجيش يسترجع ترسانه من الاسلحه الثقيله بالجنوب واشتباكات مع مسلحين انت بالقبض على ارهابي اجنبي في الحدود مع مالي فيما قالت الخبر تقارير امنيه تحذر مئة مهرب يتحولون الى الارهاب في الجزائر في حين افادت المساء بخصوص اسعار البترول تقول تخفيض الانتاج ب مئة الف برميل يوميا والجزائر اقنعت غير المهيكلين في الاوبك بمسعى التوافق واضافت وقت الجزائر تقول منتجو النفط خارج الاوبك يخفضون الانتاج وبطرف يصرح ندرس انضمام ثلاث دول خارج الاوبك الى اللجنه لتجسيد اتفاقياً. فيما تحدثت الفجر عن قطاع التربيه قائله الاساتذه يتنافسون على 25000 منصب ترقيه في مختلف الاطوار حيث انهم خضعوا الى امتحانات على مدار سته ساعات والنتائج ستكون الاحد المقبل هذا كريم بالنسبة لأهم العناوين التي تصدرت الصحف الصادرة لنهار اليوم ننتقل الآن كريم إلى الرواصد الكواليس وأسواق الكلام التي خرجت بها الصحف الصادرة لنهار اليوم والبداية ستكون مع جريدة وقت الجزائر التي كتبت في صفحتها همسات تقول بولنوار يتحول إلى سائق كلونديستان حيث قرر رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الحاجة طاهر بولنوار أن يمتهن مهنة الكلونديستان عبر شوارع العاصمة وبالضبط عبر خطوط القبة عين البنيان وباب الواد وبجراح الجراح مع تخفيض 100 أقول دينار جزائري في الكورسة وهي التعريفة الليلية التي خرج بها الحاج في ظل سياسة التقشف ليشجع هذا أخير كثيرا من المواطنين الراغبين في تحقيق مصروف إضافي على العمل ك يبدو انه كريم سنحتاج جميعا الى عمل اضافي يبدو ولكن, إضافي ولكن اعتقد الشرق. اعتقد ان الصديق طبعا بنمر الحفطار معروف بخراجاته ودعابته اعتقد انها مجرد مسحه أراد من خلالها تكريس سلوك معين ربما في وسط المجتمع أراد من خلال التعبير بطريقه الخاصه على التقشف العائلي وكيف مم. يمكن للمواطن ان يواجه يجابه اعباء تداعيات هذه الازمه الاقتصاديه التي تعيشها الجزائر مم. في اطار كريم التقشف دائما ننتقل الى الخبر التي كتبت كذلك في صفحتها سوق الكلام عن التقشف دائما تقول التقشف يطال الاموات في وهران حيث انه يبدو ان سياسه التقشف طالت حتى الاموات من خلال تخفيض بلديه وهران لميزانيه تسيير المقابر بحوالي النصف ويخشى المواطنين ان تتراجع الدوله عن سياسه الدفن المجاني ما سيضطر الفقراء غير القادرين على الدفن دفع اقول تكاليف تشييع جنازاتهم للاستدانه لدفن موتاهم. تقشف وصل الى حده في وهران. ولكن على حسب ما اعتقد ان اغلب الجزائريين لا يعلمون ربما انه في المقررات وفي النصوص القانونيه م. كل العائلات وكل من يفقد يعني كل ع... كل عمليه دفن لابد ان يدفع يعني مقابل عمليه الدفن وهو امر رسمي مبلغ ألف دينار جزائري قانونا يعني قانونا نعم ولكن م. اعتقد ان كل البلديات يعني تغض الطرف عن هذا الامر لان الامر يتعلق بموت يتعلق بحزن وممكن نصل الى هذا الاجراء مستقبلا امام هذه الازمه السياسة. التي نعيشها نعم. بعيدا كريم عن سياسه التقشف عن الاخبار السلبيه ننتقل الى خبر ايجابي يزرع فينا قليلا من الامل اخترناها اليوم من جريده المحور التي اخترنا فيها كريم هذه الصوره التي نشاهدها الان حيث انها صوره التقطت بباريس حين كرمت كرمت اقول اكاديميه العلوم هناك المتفوقين عالميا في الرياضيات بمنحهم جائزه جاك هيربرون لاحسن الطلبه في الاختصاص ومن بينهم الجزائريه امحيس ياسمين التي كريم نحييها اليوم لا. لانها تحصلت على هذه الجزائر نعم. ومن بين النوابغ في الرياضيات على مستوى العالم وهذا يؤكد ايضا ان يعني في الجزائر نوابغ في الجزائر كفاءات كبيره في الجزائر أص... لا توجد الازمه فقط لا توجد الازمه ولا يوجد قد تليد الهمه ولا توجد ولا يوجد ايضا دواء رحمه ربي فقط. توجد كفاءات معترف بها على مستوى اكبر الهيئات العلميه الدوليه نعم مه. كريم ننتقل الان الى عمود اليوم المقال. التحليل الذي اخترناه يعود للكاتب الصحفي في جريده الشروق اليومي عمار يزلي الذي كتب يقول اي حق رفع واي باطل وقع حلول مناسبه المولد النبوي الشريف عندنا هي ذكرى للحق الذي رفع وتحول عندنا الى باطل وقع فصار هذا اليوم عنوانا للفساد والافساد المالي والطبائعي والخلقي عند من عند اطفالنا عنوان كبرنا صار المولد يحتفل به ليس بالذكر والتذكير والاذكار والاقبال على العلم والعلم العلماء والمربين أهل الأخلاق لم يعد ذكرى لإحياء السنن بل لإحياء موات البدع الشماريخ والدواعش والمتفجرات والمفرقعات التي تمنع قانونا وتباع علانية وأضاف الكاتب يقول لست أدري من يتحكم في استيراد هذه القنابل الطفولية التي أفقدت كثيرا من العيون وبطلت كثيرا من الأصابع وأحرقت كثيرا من الأكوف والأوجه وأرهبت الكثير من العجائز والشيوخ والمرة في الطرقات وأوقعت عديدا منهم أرضا وطلع لكثير منهم السكر وأدخل البعض منهم الإنعاش هذا كله في يوم مجيد مثل هذا اليوم الأغر ميلاد خير الخلق ومربي العالمين فمن يتحكم في هذه التجارة الملعونة يتساءل على الكاتب ويقول اكيد هم بارونات المال المحرم فمن يتاجر في هذه المتفجرات كمن يتاجر بالسلاح والمخدرات وكل المحرمات كريم الدكتور عمر يزلي الاعلامي والاستاذ الجامعي اراه جد مهذب واراه يعني يكتب باسلوب اخر غير الاسلوب الهزلي الذي آه وفي تتمه المقال فيه يعني, يعني اسلوب فيه هزلي <applause> كالعاده كعاده الدكتور عمار آه يزلي احنا بهذه المناسبه نقول للجميع صحه مولودكم معم. كل عام وانتم بخير مشاهدينا كذلك لك كريم صحه مولودك وكل عام بارك الله فيك زميلتي نهى زحاف شكرا هذا شريف لك ولكل المشاهدين شكرا لك كريم اذا نلتقي غدا في نفس الموعد مشاهدي حديث الرابعه يستمر في الغد باذن الله شكرا لك كريم. شكرا مبارك جزيلا زميلتي نهى زحاف مشاهدينا الكرام برنامجنا برنامج البلاد اليوم يبقى متواصلا معكم من اجل مناقشه الموضوع الرئيسي في هذا العدد المتعلق ب ما يثيره دواء رحمه ربي من تفاؤلات وضجه كبيره في الوسط الصحي والوسط الاعلامي والوطني فاصل اشهار قصير ثم نواصل عوده مجدده مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى برنامجكم البلاد اليوم والذي اخترنا اخترنا موضوعه الرئيسي اليوم لمناقشة موضوع دواء رحمة ربي أو ما يعرف بدواء الأرشبي وما يثيره من جدل كبير في الساحة الصحية وفي الساحة الإعلامية والوطنية أيضا موضوع سنناقشه اليوم رفقة ضيفي الكريمين البروفيسور مصطفى خياطي الاستاذ الجامعي والباحث اهلا وسهلا بك بروفيسور اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه مرحبا بك سيدي كما اسعد ايضا باستضافه الطبيب في القطاع العام الدكتور الياس مرابط اهلا وسهلا بك سيدي أهلاً شكرا سهلاً على تربيه الدعوه ولو ان هذه المره لن نستضيفك بصفتك النقابيه المعروف بها في الساحه الاعلاميه مرحبا بك سيدي مره اخرى شكرا بروفيسور خياطي على المباشر دواء غريب غريب لماذا؟ لانه اثار ضجه على خلاف باقي الادويه الاخرى يسمى ار بي او كما اطلق عليه صاحبه تسميه رحمه ربي هو موجه لعلاج مرضى السكري او داء السكري لكن يثير ضجه كبيره بين من يدافع عن هذا الدواء وبين من يشكك في التركيبه الصيدلانيه لهذا الدواء وكيفيه تصنيعه وبين من يعتبره اصلا هو يقول لك غير دواء ومكمل غذائي وفريق اخر يقول لك هذه عمليه نصب واحتيال تعرض تعرضت لها شريحه واسعه من المرضى ومن الجزائريين انت الباحث في المجال الطبي انت بروفيسور ايضا في المجال الطبي كيف تنظر الى هذه القضيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اولا إن اظن انه هذه اول مره منذ الاستقلال والآن عندنا تقريب 5000 دواء ولا دواء يعني استقطب الأنظار مثل آه هذا المنتوج في وليستي جراتويت تستفيد يعني منها تقريبا أقول منتوج ولا أقول دواء لعدة آه مواصفات آه تم آه أولاً لهذا المنتوج تم التحضير له منذ تقريب 10 آه شهور أو تسعة شهور. آه ثم آه أعطيت له الصفة الرسمية لأن صاحبه استقبل من طرف وزير الصحة والذي تكلم كلاما عريضا معه وحول المنتوج هذا ثم رخصت له قنوات إعلامية وأظهرته كأنه باحث باحث يعني في مستوى عالي بل وأن منتوجه هو معجزة القرن العشرين ومؤجج الجزائر ربما حسب نعم. نعم. فثم لما بدأت الانتقادات الدواء أصبح مكمل غذائي في نفس الوقت ولكن ممكن يكون مكمل غذائي لأنه نحن في بلد ديمقراطي يحترم الناس فأي شخص يجيب مادة ما عندهاش تسممات يعني ما, 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 ما عندهاش اثار سلبيه على الناس وممكن انها فيها اشياء مثلا بعض الفيتامينات وبعض الاشياء كما هذا ممكن يقدمها كمكمل غذائي ولكن النصب والاحتيال وين وقع؟ وقع اولا انه المنتوج هذا محتكر على الصيدليات مع انه ليس بدواء وصاحبه اصبح يقول كان في الاول يقول دواء الان يقول لا ليس بدواء ما هو مش دواء اذا الاحتكار ما لازمش يكون في الصيدليات ممكن يكون في السوبرات لانه مكمل غذائي الامر الثاني هو انه الدواء هذا مقدم كانه المنتوج هذا مقدم كانه دواء في علب زي كل ادويه بليستيرات يعني اقراص مغلوقه و والامر والادهى والامر هو انه استعملوا تقنيات جديدة جدا بالنسبة للجزائر صيدا ما تستعملهاش هو الكتابة بالبراي فوق العلبة التي يفهمها الصم البكم يفهمها إلا العميان العمي يعني حتى العمي العميان دي. ممكن أنهم يعرفوا أنه هذا رشبي ثالث الأمر الثالث هو كذلك الاستعانة بمصطلحات دينية رحمة ربي في الحقيقة هذا كذلك ابتزاز من ناحية هذه لأنه إحنا نعرف أن رحمة ربي وسعت كل شيء لماذا نحصرها إنه في منتوج لربما ممكن ان صاحبه يقدر يتوفى وبالتالي نقول رحمه ربي قتلته يعني شيء يعني آه توظيف توظيف عاطفي توظيف هو دين دين الدين وتوظيف كذلك دغدغة عواطف للاستغلالات التجاريه هذا يبين انه كاين فيه خلفيات احنا ما ناش ضد كما قلت المكمل الغذائي اذا كان مكمل غذائي ولكن اذا كان مكمل غذائي لازم نعرف التركيبه تاعو كان المفروض انه تكون فيه التركيبه مثلا تروح انت للسوق تلقى قرعه تاع صودا او ياورت او اشياء تلقى في ظهره التركيبه قال فيه كذا, فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا اما هذا المنتوج ولا واحد يعرفه واش هي التركيبه تاعو عطونا التركيبه تاعو قال فيها كذا 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 وهذا يصلح وحنا نعرف انه مرضى السكري مشي كلهم الكبار يعني الكهول مرات عندهم آه عدم توازن فالطبيب يستعمل الانسولين لاعاده التوازن آه آه نتاعهم الداخلي بفضل الانسولين فهما يسحقوا الانسولين ولا يسحقوا الاقراص يعني تاع الدواء تاع ضد السكري ويسحقوا خاصه الحميه يعني لو ريجيم لازم ينقص السكر ينقص الملح ينقص الدهان وكذا فهذا هو في 90 95% الدواء تاعهم ما يسحقوش اضافات يعني الا في حاله نادره طيب الدكتور الياس مرابط ونحن نتناقش حول هذا الموضوع البعض قال ان يعني الخلل في هذه القصه الخلل في هذه فيما وقع لهذا المنتوج الصحي بين قوسين او الدواء حسب البعض هو تدخل الوزير ممثل الحكومة عندما استقبل هذا من انتج هذا الدواء أو من انتج هذا المكمل الغذائي واصبح هي النوع من التوظيف يعني وكان الجزائريين شعروا ان الدولة هي من هي التي انتجت هذا الدواء، الدولة هي التي اعطت الضمانات لهذا الدواء خاصة انه يعني تم الترخيص لتسويق هذا الدواء، فبالتالي لو لم يتدخل الوزير في هذه القصة لما اخذت هذه القصة كل هذا البعد وكل هذه الضجة. بالطبع <applause> بعد بسم الله الرحمن الرحيم هذا شيء يعني شي شي واضح شيء مفرغ منه شيء الغير الغير طبيعي الغير عادي في المسار اللي يخضع هذا هذا المشروع المشروع المعجزه كما تفضل الاستاذ في الجزائر هو انه كان برعايه رعايه سياسيه برعايه الوزير وزير الصحه المسؤول الأول على القطاع واللي اعطى مصداقيه في بدايه الامر لهذا العمل كله ولازم نقول كذلك انه كان فيه ترويج اعلامي آه طبيعي. لم, لم نشهده آه يعني من قبل تشوف دكتور مرابط عندها خلفيه اخرى غير انه الدواء وغير انه جزائري عندها خلفيه انا والله نجاوب على سؤالك بسؤال إلا تسمح سؤال بسيط جدا نعم. هل لو كان من الاول قدمنا لهذا المنتوج المجهول الهوية, الهويه والمجهول التركيبه لحد الان لحد الان لو كان قدمناه على اساس انه مكمل غذائي وفقط شكون اللي كان يتكلم عليه شكون اللي كان يتكلم عليه؟ كان حتى واحد ما يهتم ما يهتم لا تجاريا لا على مستوى التسويق لا على مستوى الترويج لانه المكملات الغذائيه تصنف في خانات اخرى لا علاقه لها بالدواء ولا علاقه لها بالمواد الصيدلانيه كذلك كما هي كما تفضل كما مواد غذائيه كما يعني تباع في لي سوبيرات يعني في كل بلدان العالم تتباع في كاين اروقه دي ريون في لي سوبيرات تروح تختار المكون الغذائي نتاعك وتشوف تشوف اللي تليق بك على حسب الحميه اللي تبعها رياضي ولا ولا لامور اخرى صحيه ولا دونك نقول باللي في بادئ الامر يعني كون انه خليناه على مستوى الراي العام على اساس انه دواء على اساس انه دواء قالها الشخص هذا الذي يدعي البحث العلمي في انت مجال تقول الصدر. يدعي انت تقول يدعي الدكتور يدعي. يدعي. يدعي يدعي انا انا الشيء اللي حبيت نفهم انا الشيء حبيت نفهم لانه المواطنين رانا نقراو رانا نشوفوا تدخلاتهم رانا نشوفوا عبر صفحات الفيسبوك وكاين حتى هنا شايفين انه كاين ناس ماجوره راهي تتغذي في هذا ورايحه في هذا المسار هذا نتاع يعني الطعن في مصداقيه المنظومه الصحيه وهذا الشيء الاخطر الطعن في, في 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 التنظيم الصحي الموجود في بلادنا منذ الاستقلال الطعن في مصداقيه الطبيب الجزائري وهذا الشيء الاخطر واش 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 يبرر هذا الاخر منا هي الموقف الرسمي اللي كان وراء يعني الدعم هذا المنتوج وهذا الانسان الذي يدعي كما قلت يعني اختصاصه باحثا في مجال الطب ولا الصيدله ولا مجال الدواء انا اتساءل دكتور مرابط انا خريج جامعه جامعه في الجزائر من من في 1989 بديت نعمل في الجزائر في 1989 والمسار المهني نتاعي معروف البروفيسور خياطي انا من بين من بين الطلبه اللي في وقت فات لانه سمعنا سمعنا من نطعن في, في, في مصداقيه الاساتذه ونطعن في مصداقيه الطبيب والمنظومه الصحيه كارثه تولي في البلاد وشكون من 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 نعمل من وشكون نصدقوه وشكون نمشي وراه احنا الشيء اللي وقفنا عليه مع الاسف وهو انه الصوره تاع الطبيب الجزائري والصوره تاع المنظومه الصحيه في الجزائر شوهناها بمثل هذه التصرفات اللامسؤوله. انا نقول الانسان هذا اللي راه يدعي البحث ويدعي يعني كيفاش نقولوا يعني لي كومبيتونس يعني على الكفاءات, نعم. الكفاءات. نقولوا له قول لنا واش واش من واش من العام جبت الباك تاعك ما نهضرش أنا على الدكتوراه واش من العام جبت الشهاده تاع الباكالوريا تاعك واش من واش من الثانويه لكن في الجزائر واش من الثانويه الثانويه دكتور مرابط هو قال لك انا درست في بسويسرا لا ذاك آخي التعليم العالي انا نذكر يا يعني سمعت بروفيسور في بدايه الامر والامور موثقه على مستوى الارشيفات اللي فيديو اللي موجودين في اليوتيوب واللي موجودين حتى في صفحات الفيسبوك، موجودين على مستوانا كذلك، احنا تبعنا كذلك الامر هذا بدقه كبيره، ماشي من تلقاء نفسنا، كما يقول يقولوا البعض دفاعا على لوبيات وانه احنا عندنا صيغه واش ده ده في بادئ الامر قدم وممكن لكل المواطنين يروحوا يشوفوا واش موجود في الارشيف تاع اليوتيوب، موجود قدم على انه اختصاصه في, في الفيزيولوجيا باحث في, في الفيزيولوجيا ومن بعد ولا دكتور في الطب، ومن ولا في الصيدلة، واليوم رانا نتكلموا على طبيب مختص في الاستعجالات، وغدوة أصفار، واش راح نزيدو نسمعوا. حنا نقولوا ببساطة ببساطة، الطب في الجزائر ولا ليكزرسيس يعني العمل في مجال الطب، مؤطر بالقانون الجزائري عن طريق ما يسمى مرسوم تنفيذي، المرسوم رقم 92 276، صدر في 1992 وهو يؤطر العمل تاعنا كأطباء. المرسوم هذا يسمح لي في المادة 17 والمادة 18 يشي يقول خاوليك وراه باش يشوف المواطن الكريم هذه الجريدة رسمية الجمهورية الجزائرية يقول المادة 17 يجب أن يمتنع الطبيب أو حتى جراح الأسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو علاجه المادة 18 تقول لا يجوز ممنوع لا يجوز لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض حتى إذا كان مكمل غذائي الا بعد اجراء دراسات بيولوجيه ملائمه وتحت رقابه صارمه او عند التاكد من ان هذا العلاج يعود بالفائده المباشره على المريض احنا توقفنا على هذا المستوى حمايه اولا للمهنه نتاعنا احتراما لشخصنا كمهنيين كاطباء واحتراما وحمايه للمواطن الجزائري طيب بروفيسور مصطفى خياطي عندي سؤال ولكن ما عليه انا لست طبيبا ولا انتمي الى هذا القطاع الذي تنتميان انتما اليه البعض قال لكم انتم غرتوا منه، دي ديجالو انت بروفيسور في الطب وهو ميدسان جينيراليست، انتم غرتوا ان الجزائري يصنع دواء. الشيء اللي ما قدروش عليه عديد الاطباء وعديد الباحثين، وبالتالي ما تقومان انتما وغيركما من به من انتقادات ومن يعني ان صح التعبير حمله مضاده هو مجرد غيره حسد. اعطونا الادله تاعكم العلميه بروفيسور خياطي مصطفى اعطين اعطيونا انت بروفيسور في الطب اعطينا البرو... الادله العلميه المبررات التي تسوقونها من اجل أه، أه، تقديم حجيه واضحه على انتقاداتكم لهذا لهذا المنتج كما جاء في حديثكم. نعم شكرا الحقيقه أه، نرجع لكلمه مالك بن أبي الله يرحمه. رحمه الله قال كلمه قال كم من اينشتاين في الجزائر توفي او مات وهو راعي وهو راعي راعي نعم يعني في كل بلاد كاين نوابخ ربما الحظ ما ساعدهمش باش يكونوا في مرتبات حتى يجيبوا حاجه جديده ولكن لا اظن ان هذا الصنف يكون من هؤلاء لانه السلوك تاع الانسان تراه في في الامور تاعو هذا انسان ما فيش تواضع يتكلم يقارن نفسه بأينشتاين، يقارن نفسه بماريا بيير كوري، يقارن هذا محسوب أقل شيء يعني, يعني تشوف عنده خلل ممكن خلل نفسي آه يعني في تركيبته النفسية مثلا يعني لأن الأمر لأن الأمر مذهل، لا الأمر مذهل، أنا قال أنا لك أنا مثل أينشتاين هو ممكن يعرف روحه أحسن منا صح أنا نحترم هذا الإنسان على كل حال إذا أنه جاب لأنه ما جابش إلا آرشبي يتكلم على مثلا أدوية أخرى راه يحضرها وكذا فاذا ظهر يوما ما بانه يعني جاء بشيء احنا ما نكون من اول المصفقين والمهللين بهذا الشيء احنا ما بغينا انه ابناء وطننا احنا الجيل تاعنا مد شيء والاجيال اللي جايه ربما تعلمت احسن منا وتمد احسن وكان عندها امكانيات احسن منا وبالتالي ممكن انها تعطي احسن فاذا جاب شيء فمليح للمواطن الاخرين ولينا وللوطن احنا مش مش بهذا الصرف حبينا نطرحوا المشكل، المشكل المطروح اليوم هو انه عندنا 3 ملايين مرضى بالسكري ومليون مريض ولكن ما يعرفش نفسه تقريبا 4 ملايين هذه يعني فئه قويه جدا وكلهم مرضى هذا المرض ما يسمحش الان في العالم نعرف انه هذا المرض ما يشافيه الا الدواء تاعو ولا الانسولين لتوازنات اخرى وبالطبع الريجيم تاعو فيجي واحد يقول لك لا انا عندي شيء جديد ممكن انني نعوض الانسولين ونعطيه لهذا الناس يشفاو اذا كان هذا هو الحق هذا هي ربما الحقيقه ربما هذا السيد هذا السنة المقبلة يعطوا يعطوا له ما في حتى مشكل لأنه احنا ربما عندنا 4 ملايين في الجزائر ولكن في العالم كاين قريب 200 مليون أو أكثر تاع الناس اللي مرض إذا نجح يستاهل يعني إذا إذا نجح يستاهل ما في أي مشكل حتى إذا قلت لك يعني في بداية الحديث تاعي أنه الآن صنف هذا المنتوج كأنه مكمل غذائي في هذا الباب احنا ما راش مانع اذا كان مكمل ولكن احنا ماذا بينا هذه التركيبه تاعو تكون موجوده مكتوبه هذا مكان بصح باش تقول انه يعوض الان سيدي في مستوى ما بلغنا من العلم وفوق كل ذي علم عليم نعم كما يقول القران احنا اه مستوى العلم الان ما فيش الا الانسولين وبالتالي كل ما اه يعني لو سوميت ايه كل ما حبينا ندخلوا اشياء اخرى الا وننظر المريض تاعنا وندخلوا في متاهات كبيره ولهذا العقل هو انت تكلمت على انه اعطي له غطاء سياسي وهذا حقيقه كيف وزاره الصحه اللي عندها ليجان مختصه كلجنه المرض السكري كوميتي ناسيونال دي ديابيت وعندها لجنه مخابر ممكن وعندها اسمح لي اسمح لي وعندها لجنه التغذيه كوميتي ناسيونال دو نيوتريسيون فيهم احسن العناصر الجزائريه الموجوده حاليا موجوده في هذا الكوميتي هذا لم يستشار ابدا ثانيا في الان سي بي بي اللي هو مخبر تاع الادويه عنده عتاد من الطراز العالي وحتى الان هو يعتبر نقطه نتاع المنظمه العالميه للصحه اللي ترخيص عنده كل الامتعه عنده لاش بي ال سي هذه هو اللي آه هي آه أباري, آه اباري ممكن تجيب القرص تاع هذا تحطه فيها تقول لنا وش هي المركبه تاعو في بعض الدقائق اذا عندنا امكانيات سواء في الصحه سواء في التجاره في المخابر تاع عندنا إمكانية باش نعرفوا التركيبه طيب, طيب بروفيسور دكتور آه مرابط الياس آه آه البروفيسور مصطفى خياطي اشار الى نقطه مهمه تتعلق بهاتين اللجنتين التابعتين لوزاره الصحه الوزير تجاوز هذه المرحلة مرحلة استشارة هاتين اللجنتين كما جاء في ليس بطبيب كما جاء في حديث التقنية. نعم الوزير وزير الصحة السيد عبد الملك بوضياف هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة كما لا عن... لا لا مش خريج المدرسة للإدارة المهم المهم الإنسان دار حقوق حقوق مش مش نعم. قضيتنا بروفيسور مش قضيتنا مش قضيتنا الوزير انا نتكلم على عن الوزير حسنة. بصفته المسؤول الاول عن القطاع لم يستشير هاتين اللجنتين ثم يرخص لهذا الدواء وهو ليس طبيب كما جاء في حديث البروفيسور خياطي ثم نتذكر قضية أخرى قضية اللقاحات التي تم يعني تم استيرادها عن طريق مخبر موجود في في الهند أو في بلد آخر بآسيا والكل يعلم كما كنت نتحدث أنا والبروفيسور خياطي في الكواليس أن هذا المخبر موجود في القائمة السوداء مصنف على أنه مخبر يعني فاقد ممكن للمستقية العلمية والمستقية الصيدلانية لدى المنظمة الدولية المنظمة العالمية للصحة ثم يجي هذا الدواء أنا سؤالي إليك ماذا يحدث في قطاع الصحة دكتور برابط إلياس والله أنا هل, هل هي وزارة لحماية صحة المواطنين أم لشيء آخر يعني هو شوف دليل على أنه كان, كان مشكل في العمق يعني يضرب في عمق المنظومة الصحية التي تعرف اختلالات عديده بما فيها الملف الاخر هذا اللي رانا فيه تاع المرض الدواء الذي تحول في اخر المطاف الى مكمل غذائي واللي موجه لمعالجه السكري والاشكاليه تاع يعني البرنامج الوطني للتلقيح الموسع واللي نظن نقول لحد الان التلقيح تاع الاطفال الجدد اللي بداوا في في افريل 2016 ومتواصل حتى اليوم اللقاح نتاعهم لحد الان ماهوش متوفر انا يعني يجيو الكوطات الجديده تاع اللقاح هذا بانطافالون جديد باش نستمر ولا اون لا فاكسيناسيون لحد الان مازال عندنا اشكالات على مستوى المؤسسات الصحيه يجونا العائلات امهات واباء يسالوا الفاكسين وقتاش نجيب وليدي باش نلق... باش ندير التلقيح تاعه التطعيم تاعه السؤال مش موجود على مستوانا لانه اللقاح ليس موجود لانه لو فاكسين لحد الان مازال خليني برك نقول باللي هذه الوضعيات تدل على انه فيه اختلال على مستوى المنظومه الصحيه والمنظومه الصحيه شيء كبير جدا لازم 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 تحكم على مستوى النفقات لازم برامج وطنيه وقائيه تمشي ولازم لجان كذلك تقنيه خبراء تعمل الاستاذ مثال باللجنه هذه بالنسبه للسكري والتغذيه نقول كل لجان كل اللجان على مستوى مركزي لا تعمل يعني ولا, معطل... ولا تستشار ولا تستشار مع... حنا نقولوا معطل العمل تاعها لانه ما فيش غير اللجان هذو حبسه ولكن خليني نقول قبل الاستاذ تكلم على على مستوى دولي ورانا واصلين على مستوى البحوث في في داء السكري نقول لك باللي اخر البحوث وهذا الشيء اللي مدون موجود في الموقع الرسمي نتاع جامعه هارفارد الامريكيه اكبر مخبر اكبر مخبر يعني في المجال الصيدلاني والمجال الطبي والبحوث اللي متواصله فيه منذ سنوات بالنسبه لداء السكري يتراسوا بروفيسور دوغ ميلتون عنده 23 سنه هو يبحث في مجال معالجه السكري والبحث اللي راه اليوم هو يعني الاسبوار اللي, اللي راه الاسبوار يعني الامل اللي راه موجود وهو كيفاش نصنع خلايا محوله جينيا جينيتيكم موديفي عن طريق نجيبوها من الخلايا تاع تاع الجنين يعني لاسيلول امبريونير وندخلوا عليها يعني تحويلات جينيه يعني دقه كبيره في ثم تغرص ولا باش باش تولي تفرز الانسولين هذا العمل المتواصل منذ 23 سنه وهذا البروفيسور في ذاته عنده اطفال مرض بالسكري ويدوي بالانسولين المهم ممكن احنا عندنا عندنا رحمه ربي سنواصل النقاش لكن في الجزء الثاني مشاهدينا الكرام نطوي معكم اوراق هذا الجزء الاول من برنامجكم البلاد اليوم فاصل قصير ثم نواصل حياكم الله مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى هذا الجزء الاخير من برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصصه لمناقشه تداعيات قضيه ما يعرف بالمنتوج بين قوسين الطبي ار اش بي او دواء رحمة ربي وما يثيره من ضجة كبيرة في الجزائر وفي الوسط الطبي والصحي موضوع نناقشه رفقة ضيفية الكريمين البروفيسور مصطفى خياطي الأستاذ الجامعي والباحث أهلا وسهلا بك سي أهلاً مر أستاذ مرة أخرى كما أسعد أيضا باستضافة الدكتور إلياس مرابط مرحبا بك دكتور مرابط مرة مرحباً أخرى أخرى بروفيسور خياطي مصطفى، نعرف أن أي دواء في العالم، يعني في المعايير الدولية لتصنيع الدواء، أي دواء قبل ما يخرج، قبل ما يرخص بتسويقه، يرخص باستعماله، يخضع لسلسلة كبيرة من التجارب، بعض الدواء يصل إلى 12 سنة، بعض الدواء يصل إلى 10 سنوات، بعض الدواء يتم سحبه أيضا بعد سنوات من استعماله، معايير كبرى يعني لا اتكلم ايضا عن البحوث التي تسبق انتاج الدواء، فهل الدواء يعني لو طبقنا هذه المعايير الدولي على هذا الدواء رحمه ربي ماذا نقول؟ احنا نشوف ربما الانتاجات الموجوده في العالم الان اوروبا والولايات المتحده خاصه الولايات المتحده عندها تقريب 90% من الادويه الجديده التي تظهر في السوق. احتكار يعني لماذا؟ لانهم يعني عندهم قاعده تاع بحث قاعدة إمكانيات ربما تكلمت على المدة تاع سنوات أو 12 سنة لترتيب دواء ولكن كذلك الثمن لكو. يوصل حتى المليار دولار الاستثمار استثمار للدواء واحد مرات في بعض الأدوية إذا كان مش معقدة مسألة معقدة كثير سلسلة من العقبات التي لابد أن يمر منها الدواء حتى يعني نكون مطمئنين على السلامة بالنسبة للمريض، ومع هذا نرى أن أدوية أخرجت من السوق عشر سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة بعد, استعمال. بعد استعمالها لأنها أظهر أن فيه أمراض لا نعرفها. وبالتالي أو تسبب حتى مرض أمراض بالنسبة ليس لمن يستهلكها ولكن للجيل يعني الجيل يعني لا أبناء لا أبناء لا المرضى نعم وراثيا الجيل الثاني نعم يعني نعم معروف نعم هذا مضعفت ولهذا كاين هناك أدخلت على هذه الأدوية الجديدة التي لم تصل إلى السوق اختبارات معقدة جدا هناك تقريب سلسلة ست صفحات نتاع أسماء العقبات هذه باش تكون عندك الفكرة فمثلا هذه الموليكيول الجديده او ما تسمى بالجزيئات يعني. اللي يستعملوهم اولا كاين تغربيله ما هي اللي ممكن تعطي اثار على الجانب الصحي او للتشخيص في الجانب العلاجي او في الجانب الوقائي هذا هو المفهوم يعني التعريف تاع الدواء ثم تمر بمرحله ما قبل السريريه بريكلينيك اللي هي تكون فيها غربله صحيحه نبداو بالجزيئات ومن بعد نفوتوا للخلايا ومن بعد نفوتوا للنسيج الانسجه ومن بعد نفوتوا للحيوانات ده. ولما كل المواصفات تنطبق لها نفوتوا ذاك الوقت لل... لل... للامتحانات عند الانسان المريض مش المريض المريض الانسان المتطوع نعم له اجره في مكان ثم ندرس كل الحيثيات فالدواء هذا يدرس من ناحيه مثلا تاع التسممات، تسمم على اولا تاع الجيني، هل يؤثر في الجينيه في الجينات يعني داخل النواه تاع الخلايا، هل يؤثر على الخلايا؟ وهذا صعب لان لازم تستنى الجيل من بعد جيل ولكن كاين دراسه تاع الخلايا الوراثيه. هل يؤثر على العقل؟ هل يؤثر على الخلايا الاخرى وربما يظهر سرطان بعد حين؟ هل يؤثر على غدد اخرى؟ على وظيفه معينه نعم. يعني هذه دراسات يعني معقده جدا اولا تطلب امكانيات ضخمه لان بعض الـ يعني الـ الوسائل أجهزة الوزائل الوزائل الأجهزة. الاجهزه لا توجد الا في مراكز البحوث يعني هي احاديه الاختراع باش تتبع هذه الامور وعلى هذا الثمن والى اخره ثم تتبع ثم تمر بجزيئات اداريه نتاع سكون ابل لاي ام ام سيدير لوتوريزاسيون دو ميسيو تظهر ربما 10 سنوات او 8 سنوات طيب. بعد ظهور الجزء هذا. طيب دكتور الياس مرابط ونحن نتكلم عن قضية هذا المنتوج ارش بي بي يعني لست مختصا انتم اصحاب الاختصاص تعرفوا ممكن احسن منا ويعني حتى نفيد المشاهد وحتى نكون ايضا موضوعيين لماذا كل هذا الهالة حول هذا المنتوج وسوق الدواء في الجزائر يعرف خللا كبيرا ويعرف فضائح عديده في الجزائر دون ان نتحدث عن البارونات الذين يتحكمون في هذا السوق سوق الدواء في الجزائر عرف هزات عديده وحتى واحد ما تكلم عليه وحتى انتم البعض يقول انتم الممارسون انتم المختصون ما تكلمتوش على القضيه مثلا على عهد الوزير الاسبق للصحه سعيد بركات تم يعني استيراد دواء ضد المرض الذي كان منتشرا عند انفلونزا الطيور بقيمه 80 مليون دولار وهذا الدواء تم يعني لم يستعمل في الجزائر رماوه فيما بعد الجزائر اللي حدث الان تقوم باستيراد دواء مضاد للانفلونزا اونتي غريبال والجميع عرف ان هذا لونتي غريبال الذي الذي يتم استيراده للجزائر طبعا بخزينه الدوله ويباع في الصيدليات مخصص لفيروسات لا توجد في البيئة الجزائرية يعني مستعمل هذا لونتي يستعمله أو لا يستعمله سيان لماذا نتحدث هذه ولماذا ركزنا على هذا الأعراج بي يعني, يعني السيد محقور ممكن لأنه جزائري البعض يقول هكذا لما حتى نكون موضوعيين لماذا فقط ركزنا على هذا الدكتور زعبيت توفيق ونسينا ما يحدث في سوق الدواء في الجزائر أولا هي في أسئلة عديدة على كل حال مرتبطة ببعضها بعض ولكن معليش نسيو نجربوا نحاولوا يعني نردوا عليها بكل موضوعية أولا بالنسبة أنا نرفض أن نتكلم على الشخص هذا الإنسان هذا المواطن الجزائري هذا ونحطوا وطنيته فوق وطنيتي أنا ولا وطنيتك احنا مواطنين جزائريين نعم والوطنية لا أنا شك في ذلك عنوانها واحد وأوحد فوالا هذا هذا مبدأ أول ثانيا الكلام على انه الانسان قال مقسطينا سمعنا لانه في بلاطو انسان جا مقسطينا ولو كان جا من المانيا وفرنسا ولا هذا 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 وراء هذا كلام فارغ احنا بالنسبه لنا وتزييف الحقائق ووضع هذا السياق اللي رانا فيه النقاش اللي رانا فيه في سياق ماهوش من مستوانا احنا رانا نتكلموا على الجزائر نتكلموا على مصلحه بلادنا نتكلموا على مصلحه المنظمة الصحيه ومصلحه المنظمة الصحيه تقتضي منا الكل أن نقف على الوضعيات التي تسوء المنظمة الصحية ولا تشوه المنظمة الصحية كي تقول لي بلي ما شفناكمش أنتم تكلمتوا على لوبيات الدواء نقول بلي هنا تحطني في إطار نقابي ولا في سياق نقابي يعني أعتذر لازم نقول لأنه نقابة ممارسي الصحة العمومية التي أمثلها كناطق رسمي باسمها منذ سنوات وحنا نرافع من أجل أن يكون في منظومة دواء في الجزائر في قلب المنظومة الصحية تكون تكون سليمة وتكون متينة وهذا الشيء اللي ما تحققش لحد الآن بالفعل لأنه فيه بارونات وفيه مصالح كبيرة وراء تعترفون بوجود بارونات في سوق الدواء في الجزائر؟ احنا مهنيين احنا نعم. احنا احنا ممارسين يعني مطلعين على ما يجري يعطيك نعم. صح الطبيب نعم. الطبيب واش دوره؟ الطبيب يصف أدوية موجودة في بروتوكولات معترف بها دوليا عالميا الشيء اللي يديروا يوصفوا الطبيب الجزائري بالنسبة للديابيت مثلا ولا بالنسبة للمرأة الحاملة اللي عندها عندها منش عارف الربو ولا الطفل الصغير اللي يجي عنده رشه هي داخله في بروتوكولات معترف بها في كل دول العالم في امريكا في اسيا في فرنسا ما نقدروش نخرجوا الشيء المتعارف عليه سكون لي كونسونسوس الا كان خرجنا عليه إجماع نعم كان خرجنا عليه نتحملوا مسؤوليتنا ونولو ناصف ادويه ولا بروتوكولات غير متعامل بها وتولي مسؤوليه قائمه على على الطبيب وفي كثير من الاحيان الا كان فيه مضاعفات عند عند المريض انا راني نتحمل مسؤوليتي ومن هذا المنطلق حنا نقولوا باللي الادويه ولا المواد الصيدلانيه والمواد المواد المجهوله المصدر كما نتكلم عليها اليوم نمتنع حنا كاطباء ننصحوا بها المرضى نتاعنا لانه ما نعرفوا اصلها ما نعرفوا تركيبتها ما نعرفوا اثارها الشيء اللي يتكلم فيه الاستاذ باسهاب يعني المحطات اللي لازم نحترموها باش نوصل الى صناعه نعم نعم, نعم أنا, انا ما نعرفش ما كانش حتى حتى يعني ادله علميه تثبت عن طريق ماشي واش يقول الانسان اللي يقول انا اخترعت ولا المحطه الاذاعيه ولا التلفزيون اللي تقول باللي هذا السيد اخترع ولا الوزير مهما كان مستوى المسؤول اللي يقف امام هذا المخترع كما تقول المجهول النسب العلمي مجهول النسب الدراسي والعلمي على مستوانا وقال انا انا كيفاش نضمن فيه نضمن فيه الانسان هذا كفء وش لا يقول فيه صحيح انا طبيب جزائري بشهاده من الجامعه الجزائريه لا امثل لا مخبرا ولا لا امثل لا وزيرا ولا امثل صناعه صيدلانيه مهما كان مصدر هذه الصناعه اذا اذا كنتكلموا على لوبيات الدواء نقول ماذا يعني بلادي انا يعني واش خلى بلادي لحد الان في 2016 مازلنا في تبعيه تقريبا تاع 70% للخارج باش نداويو علاش لانه الصناعه الصيدلانيه المحليه لم ترقى للمستويات التي نرجوها والتي كانت المستويت. في طريق في طريق الرقي واتكلم عن مؤسسه صيدار تم فرملت خلي نشاطها خلي وتم يعني الى كان سمحت نزيد برك كلمه بسرعه في عجاله شوف المنظومه العالميه للصحه بالنسبه للتقرير التقرير السنوي نتاعها بالنسبه للوديابات وهو موجود موجود باللغه العربيه بالانجليزيه بكل اللغات في الموقع الرسمي تاع المنظمه يقدروا المواطنين يروحوا يطلعوا كاين فيه تقرير سنوي في 2016 جوفي 2016 التقرير يقول كاين على مستوى عالمي تقريبا 422 مليون مواطن في العالم يداويوا بالسكري منهم الثلث يداويوا بالانسولين التوصيات ما حش نقرا الكل ندعو المواطنين يروحوا يقراوا ويطلعوا باللغه العربيه واش راهم واش تقول المنظمه العالميه للصحه التوصيات بالنسبه للعلاج ما كانش مكمل غذائي كاين الانسولين كاين الادويه اللي تاخذ عن طريق الفم الجليكوفاج ولا دوتر والحميه الرياضه المو... النقص في الوزن التغذيه الصحيه لانه هذا هو الشيء اللي مقترح نعم. نعم. من طرف المعادله متفق عليه متفق عليه عالميا لا وجود للمكملات الغذائيه في, الاقتراح تاع المنظمه أه بروفيسور خياطي مصطفى احنا سوقنا سوق الدواء في الجزائر سوق مهزوز سوق تشوبه العديد من الفضائح والعديد من الحالات الغريبه جدا وحسبكم انتم حسب تحليلاتكم مجاهد المكمل الغذائي الار بي او دواء رحمه ربي وستكمل عليها واش تقولنا على ما يجري بروفيسور خياطي في سوق الدواء في الجزائر؟ انا لو سمحت نعرض شويه في التاريخ يعني ولو باختصار شديد هو انه في بدايه السبعينات لما تم انجاز مع مركب مديه برواكيه بالاخص كنا نقول ان كان الخطاب السياسي انذاك يقول بانه الجزائر ستكون في استطاعتها ان تغطي كل احتياجات افريقيا فيما يخص الادويه. تصنحنا المضادات الحيويه نعم. وحنا نشوف بعد 40 سنه من بعد مازال نستورد اكثر من 60% من الادويه تاعنا والفاتوره تطلع 3 مليار دولار واكثر. مع ان لو نديروا برنامج محكم في 18 شهر ممكن ان نغطي الحاجيه تاعنا في 80%. اذا 18 عام ونص 18 شهر ممكن نغطي كل احتياجاتنا كيف تعطي غزه محاصره تنتج ادويه يعطيك كيف تفسر هذا آه الاردن ما عندها ولا آه ممكن ممكن, ممكن, ممكن البروفيسور خياط مصطفى يعجل في منصب وزير ويدير المشروع ان شاء الله لا شاء لا, لا المشكل مش هنايا المشكل تاخذ الاردن بلد يعني ما عنده حتى امكانيات يصدر إيه الادويه 45 دوله اي أيوة عقل هذا ما نتكلمش على المغرب وتونس ما نتكلمش على السعوديه كانت عندنا ف... مؤسسه ف... مؤسسه فلم... رائده مؤسسه فلم... صيدار. فلماذا يعني الآن؟ كانت بق... يعني كانت تقوم كانت كانت وضعت برامج عرفت بعض التطور في عهد في ما ولكن يعني اختفت تقريبا من, من... هذه هي الاشكاليه الان اليوم رانا في اشكاليه قويه جداً. اللوبيات مع ان فيه امن دوائي اليوم رانا امام ام دوائي اذا قدر الله انه اوروبا تغلق علينا الامكانيات هذه نصبحنا في ازمه لانه ما فيش ادويه هذه لإمكانيات. حتى المضادات الحيويه من قبل حتى المضادات الحيويه الان عندنا مشكل تاع امن غذائي عندنا مشكل امن دوائي, دوائي. دوائي. إذا رنا يعني لأي هبة ريح فهذه مشاكل خاصة وعندنا الإمكانات عندنا الطاقات البشرية عندنا الـ الـ الإمكانات لـ 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 المنشآت القاعديه موجوده عندنا الإمكانات الماليه وعند العقول البشريه كفاءات نعم الانسان فلماذا آه الان مازال زال نستورد معناتها في بروفيسور لو, لو سالتك سؤال لو سالتك سؤال هل تعتقد انه امام هذا التعطيل بين القوسين المبرمج وجود هناك لوبيات هي التي تفرمل اي تقدم لمجال تصنيع الدواء في الجزائر؟ نعم نعم هذا ما فيه اي شك كان مفروض ان الجزائر في الستينات او في أقصى حد في أواخر السبعينات تغطي كل احتياجاتها في الأدوية وتصدر فلماذا هذا التأخر معناتها ان فيه الان غلق دي ريزيستانس نعم نفس لا. السؤال موجه الى الدكتور مرابط الياس هل هذه اللوبيات يعني نافذة. ناف... نافذه حسبك وحسب العديد متمكنه حتى من توقيف سياسه الدوله حتى حتى توفر. من يعني واد واد مشروع تاع مجتمع تاع امه فيما يتعلق بالامن الدوائي اللي كان يتكلم عليها البروفيسور في قناعه راسخه على مستوى نحن نتكلم على نقابتنا نقابة المسيره الصحيه العموميه وعلى مستوى كذلك كطبيب قلت لك شغل اعمل في القطاع الصحي العمومي منذ 27 سنه العام هذا 27 سنه تاع خبره تاع عمل نقول انه تساؤل كبير كيف لنا ان نكون تحت وطاه هذه اللوبيات ووزاره الصحه كجهه وصيه ممثله للاداره ولا يعني الجهه السياسيه هي التي هي التي ترخص للاستيراد هي التي ترخص للتصنيع هي التي تمنع الاستيراد هي التي تمنع الترخيص وزاره الصحه هي التي لانه الممول الاساسي مثلا بالنسبه للمستشفيات هي لا فارماسي سونترال دي الصحه فوالا شكون اللي عين البي دي جي نتاعها؟ وزير الصحه اللي اقترحوا شكون اللي يترأس المجلس الاداره نتاعها؟ وزير الصحه ولا من يعني يعوضوا على مستوى مجلس الاداره يعني تشوف على مستويات عديده الدوله متحكمه في كل الدواليب احنا دوك ما نفهمش كيفاش يتمكن يعني خواص ولا ولا جهات اخرى باش يعني تسير ولا تتحكم في المنظومه تاع الدواء وتفرض منطقها لانه علاش نقول تفرض منطقها؟ لانه رانا نشوفوا لحد الان ما زالت الغلاف المالي المخصص للاستيراد ما زال يرتفع، كنا كنا في سنه 2004 في حدود 600 الف 600 مليون عفوا 600 مليون دولار قيمه الاستيراد وهذاك الوقت كان الوزير اللي كان هذاك الوقت كان يقول سنعمل على تخفيضها اموال لـ 300 ولا 400 مليون اليوم رانا نتكلم على 2 ملاير ونص و 3 ملاير دولار قيمه الاستيراد في دقيقه بروفيسور خياطي ساعود لك دكتور دكتور في دقيقه واش تقول بروفيسور خياطي انا اللي يهمني لمرضى السكري لانهم يعني هذا الدواء كنصيحه طبيه يعني طبيا واش تقول لهم فيما يخص هذا الدواء دواء ارجبي او اي دواء اخر موجود في السوق مجهول النسب العلمي والنسب الدراسي يا أخي القرآن يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم. يا أخي مريض عندك طبيب روح شوف الطبيب تاعه تاعك لأنه الطبيب تاعك هو الضمير تاعك وانت تعطي له الثقة تاعك فهذا العلاقة ما بين ضمير الطبيب وقلب المريض أو ثقة المريض هي العلاقة المهمة لتقدر تكون علاقة سكري يعني عندها مستوى خدثة. قدسي وبالتالي لازم آمنة ومؤمنة لازم يعني نحافظوا عليها نعم. فالطبيب تاعك ما راحش يغشك الطبيب هو اللي راح يوجهك لما هو فيه خير صحتك هو الوحيد اللي يقدر يعرف الحالة تاعك الصحية وبالتالي الآن ما فيش إمكانيات أخرى من غير الدواء المعروف بالأقراص بالنسبة للكهول، الأنسولين، الحمية، الحركة، وربما أشياء أخرى، الطبيب طبيبك. هو الوحيد اللي يقدر يوشك شكلها شكرا جزيلا بروفيسور خياطي مصطفى، الدكتور الياس مرابط، أنت على مستوى الميدان، على مستوى الممارسة، على مستوى المستشفيات مؤخرا لاحظتم مرضى السكري يتوقفون عن تناول الدواء المخصص لمرضى السكري، ولجأوا تقريبا إلى هذا الدواء، وشفتم ممكن عندهم إنعكاسات بعد تناولهم لهذا المرض، واش تقول للمرضى؟ مرضى مرضى السكري. إحنا, احنا أولا مسؤوليتنا أن ننصح. يعني الـ ولا الـ 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 النصيحه في في الامر ثانيا ننصح في اطار الشيء اللي تكوننا عليه يعني الاسس العلميه والطبيه اللي تكلمنا اللي تكوننا في اساس من اجلها وننصح كذلك في اطار البروتوكولات المتعارف عليها ما نقدرش ننصح انا المريض نتاعي باش يعني يستعمل دواء ولا مستخلص طبي ولا صيدلاني ولا امور اخرى لا علاقة لي بها علميا ومانيش متمكن في من نتائجها وممكن راح يتأثر ممكن راح يحس براحة في اليوم الأول ولا الأسبوع الأول ولا الثاني ممكن راح يشوفوا على ثلاث شهور ولا على سنة في وضعية صحية كارثية هذا الشيء اللي ما من نتمناهوش حنا نقولوا باللي كل واحد حر يعني حنا في السوق يعني الناس تتناول أمور كثيرة يعني ماهيش غير الناس في كل في كل في كل ركنة تاع تاع الشارع واحد يبيع في الاعشاب، واحد يبيع في مستحضرات وهذه مسؤوليتنا الكل ومسؤوليه مسؤوليه كذلك الجهات الوصيه التي تسهر على المراقبه وحمايه المواطنين من هذا التجاوز شكرا جزيلا دكتور دياس مرابط مشاهدينا الكرام، اذا الى هنا نصل الى نهايه هذا العدد من برنامجكم البلاد اليوم، اتقدم بالشكر الجزيل الى ضيفي الكريمين. بروفيسور مصطفى خياطي الاستاذ الجامعي والباحث شكرا, شكراً. جزيلا سيدي شكرا على موصول ايضا الى الدكتور الياس مرابط الطبيب الممارس شكرا جزيلا شكراً. شكراً. بارك الله فيك دكتور الياس مرابط كما نشكر ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه وعلى كرم الاصغاء نلتقي بكم في اعداد قادمه تقبل تحياتي وتحيات الفريق تقلي والزميل المخرج السيد علي مرزوقي دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته